همسات سوري. كل يوم حكاية، حكاية سوري وبس. لازلت أذكر جيدا مدى صعوبة أيامي الأولى في السويد. هذه الجملة التي بدأ الشاب السوري وسيم حمادة حديثه بعد ترك بلده متجها إلى السويد آملا البدء في حياة جديدة. جيت على السويد في 2014 أكتوبر. الوضع كان صعب شوي بكوني كنت تارك عائلتي بسوريا وجاي على بلد ما عندي أي فكرة شو هي وحبلش من الصفر، ولكن أكيد الإنسان ما لازم يستسلم. وأخذت إقامة الحمد لله بعد سنة وبلشت حياتي في السويد. درست مو أكثر من 6 أشهر بالأسف. أنا بصراحة بحب الشغل يعني أكثر من الدراسة، وبصراحة تعلمت اللغة السويدية بالعمل أكثر ما أني أتعلمها بالمدرسة. من نقطة الصفر بدأ عمله في مهنة التنظيف بمطعم للمأكولات السريعة، ونتيجة اجتهاده والتزامه سرعان ما أوصله إلى منصب أربت ليدرة أو مشرف عمل. بلشت الشغل شوي شوي. كبداية كنت بس أشطف أرض، أغسل، أجلي، أشوي. نقول بلشت درجة درجة، والحمد لله تعلمت اللغة بالشغل كتير كويس وتابعت عملي وتشتغل من قلبي وكأنه المطعم مطعمي. والحمد لله المدير لاحظ هذا الشيء وصار يرفعني شوي شوي حد ما وصلت لآخر مرحلة أربس لأدري، وضليت أشتغل لحد الآن. هنا نقول أنا يعني بشتغل شوي علشان مثل ما بيحكي الواحد إنه هن عائلتي، يعني أنا بحس إنه عائلتي. يعني كتير أحيانا مثلا ما بروح أو كذا بحس في اشتياق لشغل بشكل عام. أهدافه لم تتوقف عند مشرف للعمال فقط، إنما استطاع تأسيس مشروعه الخاص في منطقته للسبوع. بقلي عندي قناعة أحب ما تعمل ولتعمل ما تحب، يعني كنت أحب شغلي وما زلت أحبه حد ما الحمد لله رب العالمين وفقني وقدرت أفتح صالون حلاقة بمنطقة اللي أنا ساكن فيها. وشوي شوي الحمد لله قدرت أوظف عندي كوافيرة وشاب تاني يساعدني بالحلاقة. عندي هدف في هالبلد أني أقدر أعلم أولادي أفضل تعليم، إنهم يقدروا يردوا جزء صغير من اللي أعطتنا إياه السويد. ختم وسيم حديثه بقصة من تجربته الخاصة، مبينا الفرق بين مصير كل من المجتهد والمستسلم في العمل. بحب أحكي لكل إنسان عم يبدأ من الصفر، لا تستسلم أبدا، ما في أي شيء صعب، ما في أي شيء مستحيل. مع المثابرة والعمل كل شيء بيتحقق. يعني على سبيل المثال بلشت شغلي بهالمطعم أنا وإنسان، ولكن هذا الإنسان قال إن الشغل كتير صعب وأنا ما رح أقدر أستمر، وصار يشتكي كتير وترك، وليكو الآن قاعد بدون شغل. بتمنى له أنا كل خير، ولكن بقصد إنه الإنسان لازم ما يستسلم أبدا. ما لازم أقول هذا الشغل صعب، هذا الشغل ما لازم. إنسان يشتغل ويشتغل ويسابر ويسابر لحد ما يوصل لهدفه، لأنه ما في أي شيء مستحيل، كل شيء بيجي مع الصبر والمثابرة. لا يمكن تحقيق النجاح إلا إذا أحببت ما تقوم به، مقولة اعتمدها وسيم وصنع من قصة نجاحه نموذجا للإصرار والمثابرة ومثال لكل سوري. لراديو روزانا، تاليا مصطفى، ذكرى السويد. همسات سوري، كل يوم حكاية، حكاية سوري وبس.